ومن بغداد ينضم إلينا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي. سيادة اللواء، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. أعلنتم سيادة اللواء، أعلنتم بدء انتشار القوات المسلحة على الحدود العراقية مع تركيا وإيران. من القوات التي ستنتشر؟ نتحدث عن القوات الرسمية، الجيش، البيشماركا، أم القوات المشتركة؟ بداية مساء الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الكرام. الكل يعني يعرف أنه كان هناك اجتماع لمجلس الأمن الوزاري الذي ترأسه السيد القائد العام للقوات المسلحة، وصدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الوزاري، وهي عملية مسك الحدود مع الجارة تركيا وإيران ومسك خط الحدود الصفري. وأنيطت هذه المهمة لقيادة قوات الحدود. وجه السيد القائد العام قوات مسلحة بتعزيز هذه القيادة بكافة القدرات التي تحتاجها من موارد بشرية وأسلحة ودعم لوجستي. مهم جدا أن تمسك هذه الحدود وتمسك المخافر الحدودية أيضا التي تتواجد من هذه المناطق. ولا أعتقد أنه عملية مسك الحدود هي لمنع التسلل، وكذلك أيضا لمنع عمليات التهريب التي تجري، خاصة المخدرات. إضافة إلى ذلك، نعمل على حفظ الأمن والنظام وسيادة العراق، وفي نفس الوقت نمتلك علاقات طيبة وموفقة مع كل دول الجوار، ولا نسمح أن تكون أراضينا أن يتواجد فيها أي عناصر تحاول أن تستخدم الأراضي العراقية بالاعتداء على أي دولة جارة. مثل ما أشرت، كانت هناك أيضا جولات السيد رئيس مجلس الوزراء قائد عام قوات مسلحة بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك دولة الكويت، وأيضا الجمهورية الإسلامية. وأنا أعتقد اليوم أنه هناك انفتاح كبير على كل دول الجوار وكل دول الإقليمية والعالمية بما يؤمن حفظ السلامة وحفظ الأراضي العراقية. لنتأكد من هذه المعلومة سيادة اللواء، القوات التي ستنتشر ستكون القوات المشتركة، قوات الحدود العراقية سيادة اللواء، قوات الحدود العراقية، حرس الحدود. لدينا قيادة قوات الحدود، وهذه القيادة تمتلك من ضمنها قيادات مناطق. نعزز هذه القيادة والقيادات بالموارد البشرية اللي تحتاجها، الأسلحة، المعدات، كل ما تحتاجه حتى التكنولوجيا. ونحن منذ فترة نعمل على مسك الحدود في كل المناطق الحدودية، ونركز على عملنا بشكل دقيق. أيضا لو نرجع قليلا إلى الخلف، نحن أيضا عملنا على تحكيم وتحسين الحدود مع الجارة سوريا، وخاصة في مناطق شمال شرق سوريا. الكل يعرف أن هناك تحديات كبيرة موجودة في ضمن هذه المناطق، خاصة التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم داعش الإرهابي، لا زال يمثل خطر في تلك المناطق. ونعمل على تأمين كل حدودنا بما يؤمن سلامة الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي. كيف ستتعاملون مع الأحزاب والفصائل الكردية التي تقول إيران إنها تهدد أمنها؟ هل ستكتفون بالانتشار أم ستقوم بخطوات أخرى مثل نزع السلاح؟ يعني هذا الأمر متروك لتقدير الحكومة العراقية والقيادة العسكرية العراقية. ما نعمل عليه هو منع أن تستخدم أراضينا منطلق لأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة. قواتنا جاهزة، قواتنا متواجدة، وقوات الحدود نعم ستكون على أن تمسك الحدود وتمسك الخط الصفري، لكن لدينا أيضا قوات أخرى هي جاهزة لمساندة قوات الحدود العراقية. كم عدد عناصر هذه القوات التي ستنتشر على الحدود التركية الإيرانية؟ يعني أولا هي الحدود وحسب الطبيعة الجغرافية اللي موجودة. يعني نعرف أنه الطبيعة الجغرافية اللي تربطنا في مناطق شمال العراق مع الجارة إيران أو مع الجارة تركيا تختلف عن الطبيعة الجغرافية اللي موجودة ضمن الحدود، تربطنا مع المملكة العربية السعودية ومع الأردن ومع الكويت ومع سوريا. لهذا أنا أعتقد أنه عملية مسك هذه الحدود، عملية تأمين المخافر الحدودية، تأمين تكنولوجيا بالمراقبة ستكون من الأولويات التي سنعمل عليها، وزيادة الموارد البشرية التي
هي بدعم قيادة المنطقة اللي موجودة، وكل ما تحتاجه سيكون جاهز وبتوفير مستمر من قبل وبتوجيه من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة. نعم. وكذلك وزارة الداخلية التي تعمل على تأمين كل متطلبات قيادة قوات الحدود والمناطق الحدودية. هل لهذه القوات أي دور في منع الهجمات على الأراضي العراقية؟ أولا قيادة قوات الحدود واجبة تأمين الحدود ومنع عمليات التهريب والتسلل، ولدينا قوات إضافية أشرت لها قبل قليل سيدتي الكريمة سيكون واجبة تقديم الدعم والإسناد. نعم. وأيضا منع أي عمليات تسلل أو تهريب أو أن تستخدم الأراضي العراقية أن تكون منطلق للاعتداء على أي دولة جارة. نحن ليس فقط باتجاه إيران أو باتجاه تركيا، كل دول الجوار نمتلك علاقات طيبة وعلاقات جيدة، نحترم سيادة هذه الدول، وفي نفس الوقت على هذه الدول أن تحترم سيادة العراق. نعم. ونحن قادرون على تأمين كل هذه المناطق، لدينا قوات، لدينا قوة جوية، لدينا طيران جيش، لدينا دوريات، لدينا كل الإمكانيات التي تمكن القوات المسلحة من حفظ الأمن والنظام. شكرا جزيلا لكم من بغداد، كنت معنا ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي.